ان ابني مقتول وكل شيء، والناس كيهضروا على المشهوره زوج المسام، ما كيهضروش على الانسان مسكين الهالك اللي مات، كيهضروا على زوج المسمات فلانه ولا فلانه، كاع ما نسميها انا ولا ما نسميها. واش عنده شي دخل في هذه الجريمه؟ واش انا كنتهم كل شيء، لان ملي تزوج بها هو عنده المشاكل، من نهار تزوج بها هو تزوج فيها نهار 26 في شهر اوت 2023 هو عنده المشاكل حتى لحد الساعه، فهمتي؟ كتشوف هي عندها شي امها ملي جات دخلوا للدار ونقزوا، ما عندهمش الحق ينقزوا، كانوا يعيطوا، كل نياتهم مزيانه، كانوا يعيطوا للشرطه، يعيطوا للشرطه يجيو، هما نقزوا وحلوا الباب ودخلت ومشاو استغلوا اش كاين في البيت، الفلوس ديالو ولا شوف اشنو كاين ونقاو الدنيا. انا جيت لقيت، انا السبت جيت لقيت الدنيا بروب نقيه، ما كاين حتى حاجه. هذه الهضره راه كنقولها ليه هو براسو، يعني الواحد خصو يدير كل شيء قدامه، يدير الافات قدامه، تقدر توقع شي حاجه، تقدر انا ما عرفتش توقع لي شي حاجه، يقدر هو توقع لي شي حاجه. والله تعزت عليا هاد البنت، كتحس بها واحد الانسانه اللي مرهفه، ما عرفتش تقدر تكون بصح، تقدر تكون لا، تقدر تكون انسانه اللي قويه، ولكن من داك الصوت ديالها رقيق، من لا سيلويت ديالها هكاك ضعيفه، من لي سوجي اللي كتختار في اغانيها والطريقه ديالها كيفاش كتاديهم، تتحس بها زعما ماشي شي وحده اللي قويه، زعما كتحس بها ساهل تكسر. المهم هذه هي الصوره اللي كتوصلك ملي كتشوفها ولا كتسمع، راه تقدر تكون واخا هكاك هي ضعيفه وصوتها قليول ولي سوجي حساسي اللي كتناول، راه تقدر تكون بنت اللي قويه، وغالبا راه هذا الشيء اللي غادي يكون. حتى شو على ما كيبان ليا هاد البنت دوزات ودازت عليها، الله يكون ليها في العوان، مسكينه. ما بغيتش نقول ديك الكلمه ديال راس المحاين، داك الشيء كيبقى قادر ومكتئب. ريم فكري هذه مغنيه مغربيه اللي عاد عرفناها الصراحه ماشي بزاف، حتى 2021 عاد بانت، غير هي بدات من الاخر، من اول اغنيه لها في القناه يوتيوب فرقعات وكل شيء عرفها وكل شيء عجباته. يمكن هذا الشيء كيرجع ليكيب مع من الخدمات، حيت لاكاليتي طلعتها من الاول، كيف ما يقدر هادشي يكون كيرجع ليها، انسانه وقبوله، الجمهور تقبلها وقبلها. كنا سمعناها في واحد الاغنيه واللي ضيوغ بكات في الكليب ديالها، اغنيه اللي دارتها اهداء للروح دبابا. بابا اسمح لي حيت بنتك كما فرحانه. تما فهمنا ان ريم يتيمه، فقد الاب ديالها، المهم حتى الله يخليها لها، راه ديما كدوي عليها بالمزيان. اغنيه الصراحه اللي كانت مؤثره، وراه كيقولوا ما كيحس بالمزود غير اللي مخبط به، اللي عنده والديه الله يخليهم ليه، تهلا فيهم، واللي ما عندوش الله يكون معاه ويرحم هذوك الوالدين. المهم ريم غير مؤخرا، غير هنا في المواويت بالضبط، تزوجت. هي كانت خرجت في واحد اللايف وقالت باللي الزوج ديالها ماشي مغربي، ولكن وعلى ما قريت انا في صحف مغربيه كيقولوا باللي عنده جوج الجنسيات، مغربيه وفرنسيه. المهم ريم بحال بزاف ديال الناس ما كتبغيش تبارطاجي حياتها، وهذا كيبقى حقها بيان سور. ما عرفش الامور كيفاش وصلت للصحافه، هادشي اللي خلاها تخرج في لايف وتوضح للجمهور ديالها علاش تكتبات الامر. هي جاتهم من الاخر وقالت لهم باللي انا كنامن بالعين، وكاين بعض الناس اللي غيسمعوني ما غتعجبهمش هضرتي كلها والقناعات ديالو، ولكن قالت لهم انا هكا وما كنبغيش نبارطاجي حياتي، وهذه ماشي شي حاجه، نتوما كتعرفوني في الغناء، بارطاجي معكم اغاني، البوماتي مثلا، بروجياتي، ولكن حياتي الشخصيه انا هكا ما كنبغيش نبارطاجيها. هذه الهضره راه كنقولها ليه هو براسو، يعني الواحد خصو يدير كل شيء قدامه، يدير الافات قدامه، تقدر توقع شي حاجه، تقدر انا ما عرفتش توقع لي شي حاجه، يقدر هو توقع لي شي حاجه. داك اللايف درتو نهار قبل ما تزوج، وبان انها دايره الحنه في يد ويد دايره لها الضوا الحمر. بون فاش بداو كيسولوها الجمهور مال صبعك حمر، قالت لهم احنا داويين فيه، راه قلت لكم كنامن بالعين. نهار قبل الزواج ديالي انا طيرت الظفر كامل. كيف ما في داك اللايف كانت قالت واحد الجمله مهمه، قالت باللي باغمي الحويجات اللي خلاتها ما تهضرش بزاف على الزوج ديالها، هي ما كتعرفش المستقبل اش جاي، راه حامل واحد، عرف وحده في سيمانه، تزوجوا بقاو 40 عام، وشحال من واحد بقى مصاحب مع شي وحده 7 سنين ملي تزوجها في شهر طلقوا، وبقى عقل على واحد الحاجه اخرى قالتها، قلت ربما ما كتعرفش، ربما يكتب انني ما نولدتش مثلا، ما غاديش نحربوا من الوليدات، غنخليه يمشي يقلب على حياه اخرى. هو غادي يقدروا يتفقوا معها بزاف كيف ما يقدروا ما يتفقوش معها بزاف، ولكن كتبقى قناعته كيفاش هي كتشوف الامور. ما عرفش انا واش عندها خواتاتها ولا ما عندهاش خواتاتها، من الانسان فاش يكون وحيد في هاد الدنيا غيفهمها مزيان علاش قالت هاد الهضره. ريم في الاغنيه اللي اداتها قالت واحد الجمله، شحال من موراك غنعيش الويل، وحتى نهار قبل ما تزوج قالت راه ما كتعرفش شنو جاي، ما كتعرفش شنو يطرى، راه يقدر يطرى لهذا الانسان شي حاجه، تقدر طرى لك انت شي حاجه، كتحس بها سبحان الله العظيم بحال الا حسات بشي حاجه. هاد الصباح وسائل التواصل الاجتماعي مرونه بخبر قتل الزوج ديالها بعد التعذيب، قرضوا ولاحوا فواد في سلام، علما ان ريم يلاه تزوجت كيف ما قلت لكم في شهر 8، يعني دابا يلاه عندها 6 مواد الزواج ديالها، وفي الفتره ديال العرس ديالها
كانت دارت اغنيه اهداء للزوج ديالها واللي بانت فيه ريما عروسه. فهاد الاغنيه كتصرح على الحب ديالها لهذا الراجل. اطوا اغنيه اللي تعمدات انها ديرها اون فرونسي، كتقول باش يفهمها الزوج ديالها واللي ما كيفهمش العربي. الزوج ديالها هضرات عليه في داك اللايف ولكن ما وراتناش الملامح ديالو، ما عرفناش. كيف ما قلت لكم قالت باللي بغات تخلي حياتها الشخصيه بعيده على الاضواء. بون قبل هاد الواقعه وبالضبط نهار 8 فبراير دازو شي ناس راكبين كات كات ملتمين وجههم دايرين كاغول، خطفوا الزوج ديال ريم من حدا دار غتكون دارهم بجوج واللي كاينه في كازا. بحسب الصحف والجرائد المغربيه فالمشتبه به هو مغربي فرنسي واللي كاين في المنصوريه. اختطفوا احتجزوا وعذبوا حتى الموت. وللاسف ملي مات ليه وحصل في الجثه ديالو قال اش ندير ما ندير، انا تقردها دارها في بلاستيكات ولا حفواد ما بين سله والرباط. وحيت كنقولوا الروح عزيزه عند الله، راه واخا ما خلاو ما داروا راه حاولوا يمحيو كاع الاثار، لا من البلاصه فين كان محتجز، لا من السياره فاش اختطفوا، لا من الحوايج اللي كان لابس هو ولا الحوايج اللي كانوا لابسين هما، كلشي ضربوا ليه الحساب. ولكن راه كنقولوا الروح عزيزه عند الله. ريم كتقول بلي هاد الساعه ما تقدر تقول حتى شي حاجه على هاد القضيه احتراما لسريه التحقيق والابحاث اللي راه غاده في الطريق، وكتطلب من الساده الصحفيين باش ما يبقاوش غير يلصقوا صورتها على معلومات اللي غلط ولا معلومات اللي مازال ما اكدتها المصالح المختصه. ريم قال انه تم استدعائها باش يسمعوا كلامها وتم تفريغ محتوى الكاميرات اللي عندها في الدار. وعلى حسب ما فهمت من حديثها مع جريده اسبريس فراه ما عندها حتى شي علم بالجاني، حيت في هذه القضيه تذكر واحد الشخص واللي كيلقبوه بالتوربو. رواد مواقع التواصل الاجتماعي ملي هضروا على القضيه اختطاف الزوج ديالها ربطوها بهذا الشخص وربطوها بعلاقه الزوج ديال ريم بتاجر المخدرات توربو. ريم في هذه القضيه كتقول باللي ما عندها حتى شي علاقه لا هي ولا الزوج ديالها بهذا الشخص، وقالت باللي النهار اللي استدعوها باش يسمعوا الاقوال ديالها كان هو في قاعه الانتظار، مي هي دخلت بوحديتها وهو دخل بوحديته. على ما فهمت كانت هذه اول مره غادي تشوف فيها التوربو باش قالت غتعاود تشوفه مره اخرى بالمينو. المحامي مراد العجوطي واللي كاينو بقى الفنانه ريم في كيف هذه القضيه كيقول باللي ولحد الان ما كاين حتى شي معلومات واضحه ودقيقه في هذه القضيه، وباللي ريم مازال كتسين نتائج البحث اللي فتحته مصالح الامن. الخبر ديال اختطاف وقتل زوج الفنانه ريم فكري خبر اللي داير بوم اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، حيت المقتل ديالو اليوم عاد خرج في الصحف، وحيت راه كيقولوا ملي كطيح البقره كيكثروا الجناوه شفت بزاف ديال التعليقات واللي صراحه خارجين على السطح. صراحه بديت غير مستغربه من سذاجه التفكير بعض الناس. واحد السيده ربطت القضيه كامله بواحد الفنانه واللي علاقتها ماشي حتى اللي هي مع ريم، ما عرفناها بصح ما عرفناهم دايرينها بيناتهم. كيف ما كاين بعض الناس اللي كطرح تساؤل وكتقول شكون هاد الزوج ديالها حتى يديروا فيه هاد الشيء كامل، كاين اللي بدا كيحلل وكيقول باللي المافيا ما كتقتل غير المافيا، ونساو باللي المافيا تقدر تقتل داك اللي ما بغاش يكون معاه. هو البلان راه باين تصفيه حسابات، غير شنو هما هاد الحسابات العلم الله. كاين اللي كيقول باللي الزوج ديال ريم سلف شي تاجر مخدرات شي فلوس، وكيقولوا باللي يمكن ما بغاش يردهم ليه وناض واحد الصداع بيناتهم في شي ملهاليلي وبداو الحسابات. المهم القضيه راه مازال في التحقيق وما حد التحقيق مازال ما خرج بشي حاجه رسميه، ما نبقاوش غير جيبها يا فمو قول. احترموا ديك الفنانه واحترموا حتى روح الفقيد، ذكروا امواتكم بخير. وفي الاخير نبغي نقول الله يصبر اختنا ريم فكري ويكون معاها، حيت الصراحه راه ما سهلاش. كانت معكم فاميليا، السلام عليكم.